الشارع اللي امامنا يوصلك بقى لسانتا لوتشا وإليت على اليمين، وكبدة الفلاح على الشمال، سينما مترو على اليمين، بقايا سينما ريالتو وسينما ستراند، وبقايا مسرح الأنبرة وسينما الأنبرة على الشمال، وسينما أمير وجاد، ثم المطافي ومنطقة الدكة ومحطة مصر، شارع سليمان يسري على الشمال أيضا، وشارع الملعب. منطقة المسلة مليئة بالدرر المعمارية، مباني أثرية تاريخية، مباني لها تاريخ. الجاليات الأوروبية مروا من هنا. السلام عليكم كل متابعين قناة أعزائي، يا رب تكونوا بخير. أنا عادل ولي ودي قناة شوارع معلم اسكندرية. موجودين فين؟ موجودين في منطقة المسلة، الحي اللاتيني، أمام المتحف اليوناني الروماني بثوبه الجديد بعد طول انتظار. المتحف في بداياته طبعا مر بمراحل وتطويرات كتيرة جدا، إلى 2023 تم افتتاحه بثوبه الجديد النهائي إن شاء الله. المتحف أمام شارع المتحف، على اليمين شارع فؤاد، وعلى الشمال شارع السلطان حسين أو شارع ألمانيا أو شارع الشهيد صلاح مصطفى، خلفه جنينة الشلالات، وخلفه شارع قناة السويس وشارع أبو قير والسبع ملل، خلفنا شارع المسلة أو شارع صفية زغلول. عماير منطقة المسلة الجميلة الأثرية التاريخية، أغنياء اليهود السكندريين، أغنياء اليهود، يهود اسكندرية سكنوا هنا. منطقة الخمس فوانيس المقلدة، الخمس فوانيس الأصلية في بحري، في شارع إسماعيل صبري، تمرزية، سوق العيد. كده أمامنا شارع السلطان حسين أو شارع الشهيد صلاح مصطفى أو شارع ألمانيا. رسوم الدخول للمصريين 40 جنيه. الشجر اللي أمامنا والتندات والمظلات دي كانت أرض محافظة الإسكندرية زمان، تم للأسف إحراقها في أحداث يناير 25 يناير. طبعا تم نقل ديوان المحافظة على الطريق الزراعي أبيس أمام نادي الاتحاد السكندري الجديد. شارع فؤاد أمامنا مليء بالمباني الأثرية التاريخية المحفوظة في مجلد التراث. شارع المتحف، خلفنا شارع فؤاد، وامامنا شارع السلطان حسين، امامنا مستشفى الميري، كلية الصيدلة وطب اسنان وطب بشري، جامعة اسكندرية. كده امامنا تقاطع شارع صفية زغلول مع شارع فؤاد، سينما امير، النادي السوري، اوبرا اسكندرية، مسرح سيد درويش، سينما بلازا القديمة وسينما رمسيس القديمة، شارع صلاح سالم، شارع شريف، شارع سيدي المتولي، شارع اسحاق النديم، ابو الدردار، على الشمال كوم الدكة
والمطافي ومحطة مصر، على اليمين البحر. أمامنا ساعة الظهور، على اليمين شارع بلجيكا، جنان الشلالات، أسوار اسكندرية القديمة،